حياكم الله مشاهدينا الكرام في النشرة الجوية. المنطقة الوسطى جاه غبار رثع فيهم رثع، ولا واحد طلع ولا دور مكشات، كل اللابدن في بيته ما يقدر، وعدمت عليهم الرؤية ولحد ظهر. أما عندنا المنطقة الشمالية صحوا مع الجهمة ولقوا الثلج مغرقن الضلعان ومغرقن كل حاجة، لكن ما حرموا انفسهم من المكاشيت، اطلعوا وكشتوا وظهر عندهم صوت تستسة. أرسلنا هليكوبتر يبحث وش الموضوع، لقوا أن الربع لاعبين في الحيمة الحاشي، قدر الضغط مشتغل في الضلعان وفي المكاشيت كلها. الجاي بيكون أقشر على الشمال، ما في ثلج ولا في مكاشيت، في غبرة ماشية من الوسطى لا عندهم. أمان الله.